تكوين وتدريب العمال والكوادر البشرية ثقافة تكاد تنعدم لدى الشركات الجزائرية، في حين يرى الخبراء أنها الحلقة الضرورية لتطوير الاقتصاد الوطني. التفاصيل مع إيمان عياش. الاستغناء عن الاستثمار في الكوادر البشرية بالمؤسسات الجزائرية يعتبره المهتمين بالشأن الاقتصادي أنه مجزرة في حق الاقتصاد الوطني، حيث يرى البعض أن الاستثمار الناجح يكون بشقيه المادي والبشري. اللي ينقص المؤسسات الجزائرية هو تحفيز التدريب، يعني وضع ميكانيزمات جديدة لعمليات التدريبية. لاحظوا اللي مؤسسات كبيره في الصناعه وكذا ما تلجاش اصلا الى تدريب عمال تاعها، نظرا يقول لك رانا التكلفه، ومع ان الدوله اعطت تسهيلات في هذا المجال. تحسن اداء وفعاليه المؤسسات الجزائريه تتطلب تكوين الموارد البشريه، خصوصا امام التطورات والتغيرات التكنولوجيه الحاصله. عليها أن تقوم أو تكون على دراية بكل التغيرات الاقتصادية وبكل التطورات، خاصة التطورات التكنولوجية. إذا المشكلة الذي يعني يطرح هو أنه هناك عدم ربط يعني القطاع، ونقول قطاع العمل مع خريجي الجامعات. هذا هو المشكلة. احنا كأساتذة جامعيين نسعى أن نربط خريجي الجامعات اللي هم الطلبة المتخرجين حديثا مع سوق العمل. الموارد البشرية تمثل شرطا أساسيا لتحقيق التنمية الشاملة، فالأمم المتقدمة أيقنت هذه الحقيقة في انتظار تفطن الشركات المحلية لهذه الأهمية. غير بعيد عن ذلك، فازت شركة دياشيل فرع الجزائر المختصة في مجال النقل بجائزة أحسن المشغلين في الجزائر لسنة 2017، بعد الترشيحات التي أطلقها المعهد الأمريكي بيست كامبانيز الذي يكرم أحسن الشركات المشغلة في الجزائر كل عام. المسابقة في طبعتها الثانية شاركت فيها 21 مؤسسة وطنية ودولية، وهي المؤسسات التي تميزت بوضع آليات مبتكرة لبيئة العمل طيلة السنة. عقيل حشاني رصدت التالي. L'institut Best Company Group se base sur 8 dimensions qui sont très importantes et essentielles pour les collaborateurs et qui sont prises en considération. D'abord, le leadership du management, c'est-à-dire le rôle que la direction générale et le staff de direction jouent pour pouvoir drainer les collaborateurs, leur donner l'exemple, montrer la voie à suivre. Mais aussi, c'est les pratiques RH, c'est la rémunération, c'est les avantages sociaux, c'est la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise, c'est la qualité de l'excellence. Et tous ces facteurs-là contribuent, sont mesurés et contribuent à pouvoir créer un environnement où le collaborateur a l'esprit d'engagement, l'esprit d'appartenance, a envie de donner à cette entreprise, recommande ses produits. ريكوموند دو ترافايي دون سيت انتربريز. عملنا يعني خدمه كبيره على المستوى لي ريسورس هيومان، دونك يا ان ترافاي فريمون سيريو كي ايتي في دوبوي لونتون. دونك سي دي اتش ال الجيري دي اتش ال دون لو موند، سي ان ترافاي كي لو فون سوفون. دونك نو افون une enquête qui se fait chaque année chez دي اتش ال دونك pour essayer d'améliorer les conditions de travail. بنسبة نمو بلغت 17%، أصبح القطاع الصيدلاني يفرض نفسه كقيمة مضافة للاقتصاد الوطني، تزامنا وسعي المؤسسات الناشطة فيه على تنمية بدءا بالاهتمام بالموارد البشرية. عقيل حشاني تفصل أكثر. ثلاث شركات في قطاع الصيدلة فازت في مسابقة أحسن المشغلين في الجزائر لسنة 2017، ليعود بذلك الحديث عن الصناعة الصيدلانية وعن موقعها في الاقتصاد الوطني. Je pense que l'industrie pharmaceutique est très active par rapport au fait que l'Algérie est au niveau de l'Afrique est le leader en Afrique en termes de couverture de système de santé. C'est tout à fait normal que l'industrie pharmaceutique et les compagnies, notamment les multinationales, s'intéressent de plus en plus au marché algérien. Je pense que la spécificité du secteur pharmaceutique est qu'il met le patient au cœur de ses préoccupations. Et rien que pour ça, c'est pour vous dire que notre force de frappe, notre vraie valeur est tout autour de l'être humain. الاستثمار في المجال والنجاح فيه حسب المتعاملين الاقتصاديين قائم على عدة اعتبارات،
أهمها الاهتمام بالموارد البشرية. القطاع الصيدلاني قطاع استراتيجي، يعني حقيقة الجزائر اليوم عملت الكثير لتسهيل الاستثمارات في الجزائر في القطاع الصيدلاني، والشركات الصيدلانية عندهم استراتيجية وقوة في الموارد البشرية، ولذلك نشوفوا باللي اليوم 3 شركات تاع الصيدلانية في المراتب الأولى. بعد أن حقق القطاع الصيدلاني قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بنسبة نمو هي الأعلى في المجال الصناعي منذ 8 سنوات، يبقى قطع الطريق أمام لوبيات الدواء الحلقة الأهم في سلسلة النهوض بالقطاع.